مساء الخير. وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش يقول إن الإمارات تعمل مع المجتمع الدولي لاستقرار ليبيا. حادثة إطلاق نار في بلجيكا تودي بحياة 4 أشخاص بينهم المهاجم وتصيب 75 بجروح. وزير الطاقة اللبناني يقول إن البحث عن أول احتياطيات للنفط والغاز في البلاد سيبدأ يوم الثلاثاء بعد أن منحت السلطات موافقتها على خطة تنقيب قدمها كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية، إني الإيطالية ونوفاتيك الروسية. المركز القومي للأعاصير في الولايات المتحدة يقول إن ألبرتو ضعفت وتحولت من عاصفة شبه مدارية إلى منخفض جوي شبه مداري، على الرغم من أن خطر هطول أمطار غزيرة لا يزال موجوداً. مجلس الشورى السعودي يقر مشروع قانون لمكافحة جريمة التحرش بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس.